السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في كل فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها أكيد عن النادي الأهلي ونرد فيها عن كل الأكاذيب والشائعات بالعقل والمنطق وبكل المبررات الواضحة والصريحة. تخش على طول في أخبارنا، لكن ما تنساش تصلي على الحبيب في الكومنتات، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. امبارح أحمد حسام ميدو وضح الحقيقة الكاملة، الحقيقة اللي كل زملكاوي مش عايز يعترف بيها، الحقيقة اللي كل جماهير نادي الزمالك بينكروها على مر التاريخ وماشيين وراء الخزعبلات، وان في مؤامرة والزمالك دايما الاهلي بيحاول يهد الزمالك والاهلي بيحاول يسقط الزمالك والنادي الاهلي الدولة بتسنده واتحاد الكرة بيسنده والحكام بيسنده والكاف بيسنده والاعلام والعالم والفيفا وكل الناس بتسند الاهلي وكله ضد نادي الزمالك. امبارح احمد حسام ميدو عرض جدولين، جدول لرواتب لاعبي نادي الزمالك المشهوره في الموسم ده ورواتب للاعيبه النادي الاهلي. تخيل عزيزي المشاهد الاهلاوي المحترم ان راتب مثلا لاعب زي محمد عواد حارس مرمى الزمالك اللي من فتره قريبه كان الحارس الثالث ما بيلعبش اصلا، بقاله موسمين ما بيلعبش اساسا. تخيل ان محمد عواد بياخد راتب 16 مليون جنيه في حين ان ثلاث لعيبه هقول لك اسمائهم: محمد مجدي قفشه افضل صانع العاب في مصر، حسين الشحات، حمدي فتحي، صلاح محسن، خد عندك السوليه، خلينا السوليه وحسين الشحات ومجدي قفشه، الثلاثه دول بياخدوا 16 مليون. يعني محمد عواد اللي بيقعد على الدكه، مش على الدكه، ده ما كانش بيقعد على الدكه كمان، هو دلوقتي حارس الزمالك الاساسي لكن الموسم اللي فات كله كان بره الدكه، الموسم ده اغلبه بره الدكه، مفيش اخر 6-7 ماتشات اللي لعبها بدايه من ماتش النادي الاهلي في الدور الثاني هو اللي بدا مع ماتش بيراميدز، حوالي 6-7 ماتشات اللي لعبهم عواد في هذا الموسم، ومع هذا عواد بياخد 16 مليون جنيه، في حين ان ثلاث لعيبه في النادي الاهلي منهم صاحب القضيه ممكن اللي جاب للاهلي 5 مليون ونص دولار من جون واحد بس ببطوله اسمها بطوله دوري ابطال افريقيا، مع حسين الشحات اللي جماهير الزمالك لسه مصممه برضو انه بياخد او الاهلي جابه ب 150 مليون جنيه، ال 5 مليون دولار عندهم ب 150 مليون جنيه بالاضافه لعمرو السوليه، الثلاثه بياخدوا 16 مليون. ومن هنا بيجي الفارق، فرقه بتدفع كل سنه 350 مليون جنيه رواتب وفرقة تانية اسمها النادي الاهلي بتدفع 220 مليون جنيه رواتب، يعني فارق 130 مليون جنيه فرق رواتب بس للعيبة، في حين ان انت ما عندكش غير 120 مليون جنيه فلوس رعاية. طب هتجيب الفرق ده منين؟ هتدفع منين؟ لازم يبقى عندك مشكلة وازمة في الرواتب، وكل يوم والتاني هتسمع ان في مشكلة عندك. جماهير نادي الزمالك اللي بترجع بطولات النادي الاهلي لوكاله الاهرام، وان لولا وكاله الاهرام الاهلي ما كانش هيقدر يشتري لعيبه. عايزك كده باحصائيه بسيطه في موسم 2006 قبل الاستعداد لموسم 2006. الزمالك صرف 34 مليون جنيه على الصفقات، الاهلي صرف 21 مليون ونص على الصفقات. في موسم 2006 اللي وكاله الاهرام كانت بترعى فيه النادي الاهلي. الزمالك بيتعاقد مع لاعبين الصفقات بتاعتهم 34 مليون، والاهلي بيجيب لعيبه ب 21 مليون. ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق اللي راح تعاقد مع لاعب ب 10 مليون دولار وقتها، وقت ما كان الدولار ب 4 جنيه، يعني ب 40 مليون جنيه وقتها. لو حسبتها بحسبه بسيطه، لو لاعب دلوقتي ب 10 مليون دولار يعني ب 150 مليون جنيه. قد حسين الشحات مرتين وما عملش حاجة، ومع هذا برضو ده كان فترة وكالة الأهرام، ما شفناش الأهلي راح جاب لاعب ب 10 مليون دولار زي ما الزمالك عمل. الزمالك اللي راح جاب رجع أحمد حسام ميدو من إنجلترا، اللي راح جاب عمرو زكي من روسيا، اللي راح جاب مش عارف أجوجو من بطل نيجيريا ولا غانا، من غانا، وكان محترف في أوروبا ومكسر الدنيا في أوروبا، راح جابه ب 10 مليون دولار وفي الاخر فشل في الزمالك، في حين ان النادي الاهلي بيتعاقد مع صفقات قليله على المستوى النقدي، ما بتدفعش فلوس كتير فيها والنفقات، لكن على المستوى الفني بتديك
بطولات. النادي الاهلي بطولاته ليست بسبب الانفاق والبذخ في الانفاق، بطولات النادي الاهلي جايه لان عنده نظام ومنظومه بيحترمها الكل. الخطيب مشي، هيجي غير الخطيب يكمل على المنظومه، كابتن حسن حمدي وكابتن الخطيب جه، حسن حمدي هيمشي بيجي بعد كده اللي هيكمل، محمود طاهر مشي بيجي اللي بعد. مع احترام الكل الاشخاص اللي بقولها طبعا، مع حفظا للالقاب طبعا، كلهم ناس محترمين ورموز واساطير للنادي الاهلي، لكن الغرض ان النادي الاهلي دايما منظومه، الاشخاص بتمشي لكن يظل كيان النادي الاهلي بيمشي وفقا للسيستم اللي ماشيين عليه. طيب من امبارح وما شاء الله عم فرج عامر، بس قبل ما اتكلم على فرج عامر اكمل بس نقطة في ميدو. احمد حسام ميدو بيكشف الابيضة في نادي الزمالك. احمد حسام ميدو قال لك اي حد هيقف مع فرجاني ساسي ضد الزمالك يبقى ابيض. بالفعل لو انت متابع للسوشيال ميديا هتلاقي بداية من اول امبارح في كم هجوم ضاري من حبة اشباه صحفيين على حبة أدمنز في صفحات لجماهير نادي الزمالك، كله ضرب 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 في اللجنة المؤقتة، وكله بيدافع بشكل مستميت من أجل فرجاني ساسي، في حين أن فرجاني ساسي اداك على دماغك، فرجاني ساسي ضحك عليك، فرجاني ساسي ده مش ضحك عليك وبس، ده ضحك الدنيا عليك. ومع هذا تجد ناس عمالة تدافع عن فرجاني وباستماتة، واللجنة المؤقتة هي الكارثية، واللجنة بتهد في الزمالك، واللجنة مش عارف ايه. اعرف ان دول شوية قبيضة. قبيضة من مين؟ انت فهمها بقى من نفسك. شوف مين اللي له مصلحة ان اللجان تفشل وتقع عشان يتقال ولا يوم من ايامك يا مولانا، ولا بيوم من ايامك يا سيد الناس، يا اللي كنت ساترنا وما بنخليناش نحتاج لحاجة. معروفة، معروفة مين القبيضة وبيقبضوا مني. طيب فرج عامر اللي من امبارح لحد دلوقتي وممكن يفضل لسنة قدام مزقطط، حقه، الراجل امبارح كيف الطموح تكييفة ما شافهاش في حياته، ما شافهاش في حياته. امبارح الماتش يخلص 6-0 مرتاح، فرج عامر لف القنوات الفضائية، ولما خلص على القنوات الفضائية دخل على صفحته الشخصية. فرج عامر ردا على موضوع انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز قال لك ايه بقى؟ رسالة مني لرمضان، الاهلي ما يتسابش ولو بفلوس الدنيا، يعين عليك يا باشمهندس. بس هقول لك ايه، انت لسه صغير مش فاهم معنى الكلام ده. مش بس كده، لا، قال لك ايه بقى، نزل لك بوست النهارده قال لك ايه، اللعيبة دي ما لعبتش كورة امبارح، بيتكلم على لعيبة سموحة، دي كانت بتقطع بسبوسة. لعيبة سموحة ما كانتش بتلعب كورة، ده كانت بتقطع بسبوسة. احلى بسبوسة عليك يا باشمهندس فرج، واحلى قصف جبهات من حضرتك لنادي الطموح. ده بالنسبة لي الباشمهندس فرج عامر اللي ماسكها تحفيل على بسبوسة هانم وعلى نادي الطموح من بعد مباراة الامس. طيب تعال نروح لامير عزمي مجاهد. امير عزمي مجاهد بيطالب الإدارة في نادي الزمالك بإقالة كارتيرون. أمير عزمي مجاهد ابن رحمة الله عليه الكابتن عزمي مجاهد الراجل المحترم، قال امبارح إن لو كارتيرون بعد كلامه امبارح عن النادي الأهلي في قناة الزمالك بالشكل ده يروح يدرب النادي الأهلي ويسيب نادي الزمالك. قال لو كارتيرون عجبه الأهلي يتفضل يروح له، ما ينفعش مدير فن الزمالك يقول تصريح زي ده في قناة الزمالك، لو في إدارة بجد تقول له شكرا اتفضل ريح على جنب. حقيقة الأمر كارتيرون مغلطش، كارتيرون قال الحقيقة اللي كل جماهير الزمالك مش عايزة تفهمها ولا عايزة تعرفها، خليهم زي ما هم عايزين. خالد الغندور امبارح كان مستضيف باتريس كارتيرون، باتريس كارتيرون اللي أول ما هرب خالد الغندور طلع على القناة قناة الزمالك مباشرة كده قال لك ايه، يا دولة، يا دولة يا مصرية، يا اتحاد الكورة، كارتيرون ده مدرب هارب، هرب من نادي مصري محترم اسمه الزمالك، كارتيرون المفروض ما يخشش مصر تاني يا فندم، كارتيرون هزق الزمالك، كارتيرون خان الزمالك. وكان بص يعني انا كنت حاسس انه يحصل له حاجة والله وهو بيتكلم. النهاردة
مع عودة كارتيرون اللي هو هرب من 3 4 شهور او 5 شهور او 6 شهور بالظبط. النهارده خالد الغندور هو اللي كان بيتكلم وبينفعل وبيحزق في الكلام، لازم تمشوا كارتيرون، لازم كارتيرون ما يخشش مصر تاني، وكأن كارتيرون من العدو او من صفوف الاعداء. امبارح كان مستضيف كارتيرون ويتغنى بكارتيرون، وكارتيرون هو معشوق جماهير الزمالك، وكارتيرون ده نفس البرج بتاعي، ويبدو ان البرج بتاعهم زي بعض يعني في موضوع انه معشوقين لنادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك. طيب ده الهارب المخادع اللي رجع امبارح بقى بطل، ماشي، وده اللي بيقود الاعلام في نادي الزمالك. طيب امبارح احمد الطيب المعلق الزملكاوي المعروف عبر صفحته الرسمية قال لك ايه بقى، فوجئت بتصريح كارتيرو انه لم يتحمل مشاهدة مباراة نهائي افريقيا بين الاهلي والزمالك على الهواء وشاهدها مسجلة. معقولة الكلام ده يصدر من كوتش لنادي كبير؟ سأعيد تقييمك من جديد. اولا احب اقول لكل الناس المحترمة ان كارتيرون كاذب ومخادع، وان كارتيرون لم يشاهد مباراة الاهلي والزمالك ليس لانه لا يتحمل، قلب الضعيف لا يتحمل، لا يا فندم، لان الراجل كان مشغول بتدريب نادي التعاون السعودي في بطولة اسيا وفي الدوري السعودي الممتاز. لا كان قلب الرهيف لا يتحمل ولا قلب الضعيف لا يتحمل. طيب فاكرين لما سنة 2019 لما الزمالك أجل الدوري كله عشان خاطر فرجاني ساسي، والنادي الأهلي كان بيطالب اتحاد الكرة وقتها برئاسة المهندس هاني بوريدا، يا جماعة لازم نلعب الدوري، قال لك لا ما ينفعش، ازاي فرجاني ساسي مصاب وعايز الزمالك يلعب، انت عايز تاخد الدوري يا أهلي ولا ايه؟ لا احنا هنأجل الدوري كله شهر والأندية كلها تقعد شهر على ما بسلامته يرجع بالسلامة تتلعب بطولة أفريقيا أدي شهر كمان ونبقى نرجع نكمل الدوري. يا جماعة ما بيحصلش كده في العالم. قالك لا ده فرجاني ساسي. طيب النهاردة حازم إمام في الراديو بيعيد نفس الكلام، حازم إمام في برنامجه النهاردة بيقولك بن شرقي هيجي النهاردة لسه بالليل والزمالك عنده ماتش بكرة قدام أسوان. طب يا اتحاد الكورة يا دولة، هو هيحصل حاجة لما نأجل الماتش بتاع أسوان ده اللي يتلعب يوم الجمعة لحد ما بن شرقي يجي يا حرام من السفر ويقعد ويرتاح، وإذا كان ياكل له لقمة ويقوم يكوع له ساعة ولا ساعتين وبعد كده بقى ينزل التدريبات، هيحصل حاجة؟ والنبي ما هيحصل حاجة، والنبي ما هيحصل حاجة. احنا يا جماعة نوقف الدنيا كلها عشان خاطر لعبة الزمالك، نوقف البطولات ونوقف الانجازات ونوقف كل حاجة عشان خاطر لعيبة الزمالك. اللعيب اللي مش جاهز يا جماعة هنستنى، هنعطل لكم الدوري، حاضر حاضر، عايزين نأجل الدوري لمدة 24 ساعة او سنة كمان لو انتوا عايزين لحد ما بن شرقي يجي ويجدد كمان، احنا تحت امركم، تحت امركم يا فندم، تحت امرك يا كابتن حازم يلي المفروض في يوم من الايام هتبقى قيادي في اتحاد كورة او في نادي، هتبقى تقود النادي ده ازاي او تقود اتحاد الكورة ازاي بالمنظر ده او بالشكل ده. 24 ساعة اللي انت عايز تأجلها. اولا بن شرقي مخلص ماتشاته امتى؟ وليه بن شرقي اخر مجيئه وعودته لنادي الزمالك؟ ليه؟ ما بدر بنون كان موجود مع منتخب المغرب للمحليين ورجع بقاله 4 ايام وسافر مع الاهلي. ليه بن شرقي مقضيها هناك بعد ماتش المغرب الاخير ومقضيها بقاله 4 ايام في المغرب، مجاش بدري ليه؟ ولا احنا لازم ندلع ونطبطب عشان اللعبة ما تسيبناش؟ طيب طب افرض يا كابتن حازم اجلنا الماتش اليوم الجمعة وجي بن شرق قالك معلش انا هستنى اليوم الخميس، نأجل الماتش اليوم السبت يا كابتن حازم ولا نأجله لحين اشعار اخر لحد ما بن شرق يجي ونعلن كده في الفضائيات يا جماعة الزمالك مش هيلعب ماتشات لحد ما بن شرق يجي من المغرب؟ طيب تعال نروح لموضوع مهم. النهارده في نادي الطموح في كارثة مالية،
يبدو ان الغسالة عطلانة شوية، يبدو ان الغسالة عطلانة شوية. النهاردة في اكتر من لاعب في الغسالة ليهم مستحقات مالية، في عدد من نجوم الطموح اتقال لهم كده ان احنا هنخصم 25% من قيمة العقد لان مفيش فلوس، الغسالة عطلانة. فلما نرجع نغسل او الغسالة تشتغل هنبقى نديكوا فلوس. من ضمن اللعيبة دي بتاع البطاطس، هقول لك كل التفاصيل في الفيديو بتاعنا المغرب على القناة الكبيرة عشان في تفاصيل مهمة جدا جدا جدا. بتاع البطاطس قالوا له هنخصم منك 25% لان مفيش فلوس وفي ازمة مالية وفي 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 وفي. قال لهم لا ده هناك مش عندي، انا ليا عقد ولازم اخده، ويا اما كده مش هلعب. مين اللي اتدخل عشان يخليه يلعب الماتش بتاع فراجيلو؟ بودي. قال له عيب يا بتاع البطاطس، تعالى يا حبيبي خش وارجع التدريبات، وباذن الله في شهر 7 كل حاجه تتحل، ترجع الغساله تشتغل تاني والدولارات ترجع تاني وهنجيب الفلوس تاني، بس تعالى عيب تسيبنا في الظروف دي وتقول مش هلعب الا لما اضمن ال 25% بتاعت العقد. طبعا 25% قد تكون بالنسبه لك حاجه بسيطه، لكن 25% بالنسبه لعقد بتاع البطاطس بتساوي 10 مليون جنيه. تخيل بقى هو خسر 10 مليون جنيه على 4 مليون جنيه بتوع البطاطس على 10 مليون جنيه بتوع رمضان، شهر رمضان، اعلانات رمضان، على المكافئات اللي كان هياخدها في النادي الاهلي لو كان كمل في النادي الاهلي، الموضوع هيتعدى 30 مليون جنيه. يعني لو كان فضل في الاهلي كان اشرف له، على الاقل كان هياخد 18، هو خسر دلوقتي فوق ال 30، ده لو اتخصم منه ال 25%. تمام. التفاصيل بقى هقولها لك الناحيه الثانيه بالاسماء بكل حاجه. خلصت اخبارنا، خلصت حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا لكم، سلام.